داعي للخوف أو الهلع، فهذا ليس مشهداً حقيقياً، إنه تمثيل لعملية إخلاء في متحف الأردن في حالة نشوب حريق لا قدر الله. رجال الإطفاء وصلوا لإخماد الحريق الوهمي، بدأوا بإخلاء المتحف وقاموا بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين المفترضين قبيل نقلهم إلى سيارات الإسعاف. هنا بدأت عملية إنقاذ القطع الأثرية التي تعرضت للاحتراق، فالمتدربون دخلوا المتحف وهو في ظلام دامس والدخان يملأ أجواءه. هذا التمرين الوهمي يمثل النشاط الأخير في دورة التدريب النظري لورشة نظمتها اليونسكو لموظفي متحف الأردن ودائرة الآثار العامة وعاملين من الدفاع المدني وعدد من طلاب الجامعات بهدف التعرف على كيفية التعامل مع القطع الأثرية في حالة الكوارث. Every museum should have a security and an emergency plan. كل متحف يجب أن تكون فيه وسائل آمنة وخطط للطوارئ. إلا أن متحف الأردن لم يفتح أبوابه للجمهور إلى الآن، لذا وجدنا أنه من الضروري تحضير موظفي المتحف بشكل جيد لعمليات الإخلاء وتهيئتهم لخدمات الطوارئ للتعامل مع القطع الأثرية في حالة الكوارث من أجل الحفاظ على الزوار وعلى القطع الأثرية. تعاملنا مع الحادث، تم تحريك آليات الإطفاء للموقع، تم إخماد الحريق، من ثم إخراج الدخان من داخل المتحف والتعامل مع الإصابات، تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المستشفى. بعد ذلك تم التعامل مع الآثار الموجودة داخل المتحف لحمايتها من التعرض للأضرار والتلف. العرض التمثيلي تلاه إجراءات أخرى مهمة طورها أحد المتخصصين العالميين بحماية التراث الثقافي في اليونسكو، حيث جرى تغليف القطع الأثرية التي تم إنقاذها ليصار إلى نقلها إلى أماكن آمنة فيما بعد. الدورة كان فيها فائدة كثير لأمناء المتحف اللي بيعملوا عنا بالمتحف، اتدربوا على آليات وأسلوب إنقاذ التحف الأثرية والقطع المعدنية الأثرية كمان. شارك فيها مجموعة من المؤسسات الأردنية ومن عدة متاحف بالأردن اللي كلها تابعة لدائرة الآثار العامة. احنا عملنا تغليف للقطع اللي طلعت من المتحف مع الفورم اللي موجود فيه من أجل إنقاذ هذه القطع وإعادتها في المستقبل بعد إخماد الحريق للمتحف. كان اليوم عندنا عملية إنقاذ وهمية للقطع، إنه على أساس إنه صار عندنا حريق في المبنى، فإجا تم إنقاذ إطفاء الحريق، بعدين هلأ صفينا أنقذنا القطع الموجودة تحت. كل فريق كان في له تيم ليدر معين، حددنا مهامنا، ناس بتنزل لتحت بعد طبعا ما أخذنا الضوء الأخضر من الدفاع المدني ومن التيم ليدر ومن مسؤول السكيورتي بالمتحف إنه ممكن ندخل على المبنى. فجماعتين ناس بتنزل لتحت بتسجل ايش القطع الموجوده وعم بتطلع لنا اياها لبرا. انا كان وظيفتي انه انا اكون برا استقبل القطع، اعمل لها تغليف مناسب، احطها على جانب، افصل ايش اللي بده شغل وايش اللي وضعه تمام، ايش يعني انه افصلهم عن بعض. اليونسكو تؤكد ان من ابرز مهامها هو حمايه القطع الاثريه والتراثيه لاي بلد، كون هذه الاثار تحمل هويته التراثيه. وانطلاقا من هذا المفهوم جاء هذا التدريب العملي بغية تأهيل العاملين في المتاحف وإكسابهم مهارات التعامل مع الحالات المفاجئة والطارئة، إلى جانب إعداد خطط طوارئ تهدف لحماية القطع الأثرية والزائرين لهذه المتاحف. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.